اخوت انا غادي دابا نشري الكليبه شويه ديال الكفته. ضروري خاصكم تهلاو في الكليبات ديالكم اخوت. باش تهلاو في الكليبات الصغار ضروري خاصكم تهلاو فيهم، راه هي اللي تتردع، هي اللي تتقابلهم. الا ما كانتش واكله مزيان راه ما غتردعهم والو. على داكشي انا غادي نشري لها اخوت لادانت ونعطيها لها مالك خوكيت او معنا الخوت. هانتوما الخوت راني شريتها، شريت ما عاد شحال فيها، فيها 2.5 كيلو. غنحاول نعطيها كيلو هاد النهار هذا حتى يلاه والدة كيلو، ونخلط مع الكروكيت كيما قلت لكم الخوت على ود الكالسيوم. المهم خاصهم الكالسيوم الخوت، ونتوكلوا على الله. وان شاء الله هاد الليلة الثانية غنحاول نحضي الكليبات باش ما يموتوش، غندير جهدي كامل ان شاء الله. ايوا نتوكلوا على الله. حنا مازالين في النهار الثاني ديال البلاده ديال ستيلا، كما تتشوفوا مني الخوت دابا انا صايك غادي للبريكوما باش نتقدا واحد لامب شوفونت بولا اللي تتسخن الكليبات. دويت مع خويا نزار ونصحني، قال لي بان ضروري تاخذ الكارطون وتاخذ بولا تتسخن. وتشكر من هذا المنبر هذا الخوت، راه ديجا هو عنده ليكسبيريونس في ليلفاج. انا راه ثاني مره باش ندير الكلبه، ودابا الخوت داير لها واحد الملايه، ولكن هذيك الملايه مع الوقت راه تتخزق، تتولي هي تقدر تجيب لهم البروده، وزيد على ان الملايه دغيا تدور دغيا تتقلب تجاه الكلبه تبغي تموت، تقدر تلوي شي كليب صغير في الملايه وتصطم عليه ولا شي حاجه. الخوت كاين لو ريسك، اللهم نحيد لو ريسك، نمشي ناخذ الكارطون كما قال لي دير 4 ديال لي زيطاج ديال الكارطون. وميم لاكاج دابا عندي لاكاج اللي فيها الكليبات حلوله، ودابا من الاحسن ندير ليها ندورات هي بالكارطون من نحيد لو ريسك ديال الكورون دايره الخوت. لقيتو لي دابا انا غادي الطريق، يلاه الخوت بقاو معنا. كما قلت لكم الخوت كاين لو ريسك ان الكليب تدور عليه الملايه، والكليبه ما تشوفوش وتصطم عليه، ولا الملايه تدور عليه ويبقى منه للدص الخوت وتقتلو البروده. حتى دابا كما تنعرفوا الكليبات ما حدهم مازال موصلوش لا سومين 3، السيمانه الثالثه ديال الولاده مورا الولاده ديالهم، تيكون الطومبيراتور ديال لو كور ديال درجه الحراره الجسم ديالهم مازال ما تيقادوها. خاصهم ضروري اما يكون وحده لي ماميل ديال الكليبه ديالهم، ولا يكونوا مع الكليبات الاخرين الكليبات الصغار تيتجمعوا بيناتهم ومنها تيقادوا درجه الحراره ديال لو كور ديالهم. اذا لا شي واحد تعزل على خوتو ما حدو مازال مساله 3 سيمانات يقدر يموت الخوت. وعلى داكشي الخوت دابا من الاحسن ندير لهم الكارطون كيما قال لي خويا نزار، وندير لهم 4 ديال لي زيطاج ونتهنى، وندور على الكارطون ميم على لاكاج الخوت، وزيد عليها هاد لا لون شوفونت البوله اللي تتسخن. دابا غنمشي للبريكوما ندخل نتقداها. كيما تتشوفوا انا دابا نيت وصلت للبريكوما، ها هي انا نوريها لكم الخوت، ها هي الخوت بريكوما. يلاه دابا نيت وصلت ليها، نتمنى انني نلقى هاد لامب شوفون تما، هاد البوله اللي تتسخن نلقاها وتكون مزيانه باش تسخن الكليبات. خوت كيما تتشوفوا انا دابا في بريكوما، مشيت للبلاصه فين كاين لي لامب، بقيت نقلب على لا لامب شوفون البوله اللي تتسخن. سولت السيد اللي هنايا قال لك لا ما تيجاوبهاش، دابا ما لقيتهاش، اذا ما عندي ما ندير، غنقضي غير بالكراطن ونتوكلوا على الله اللي فيها الخير. مرحبا بك. انا راجع دابا للدار صافي، كيما وريتكم بريكوما ما لقيتش فيها الكترو بلانيت، امبوسيبل نلقى فيها. صافي دابا ما عندي ما ندير، نتوكلوا على الله ويكون خير ان شاء الله. ها انتم الخوت، انا درت الكراطن كما تشوفوا، دورت لاكاج بالكراطن من هنا ومن الجناب الاخرين باش ما يدخلهمش البرد. وهي الكلبه مع الوليدات ديالها، اللهم بارك اللهم تيرضعو. وهنا درت غير 2 زيطاج حيت ما عنديش الكارطون بزاف، درت 2 زيطاج بركه. نتمنى الخير للوليده ديالها، نتمنى الخير أخوة.